اقنع نجوم الدوري الكوري الجنوبي عندهم محاولات خطيرة، يعني نجوم جمعوهم في دوري كوريا الجنوبية، والآن في ظل 3 أيام يعني تشوي كانغ هي ربما يصنع التجارب الفرنسية. الله لدونغوك راهن عليه تشوي كانغ ويسجل الهدف الثاني الآن لنجوم الدوري الكوري الجنوبي. 31 سنة للي دونغ يضعها في شباك بي